الحلقة الثالثة من دورة تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا في السبب الخامس من أسباب أن يضحي الإنسان بوقت وجهد لإصلاح دينه، وهو أن من بذل جهده ووقته وماله لإصلاح دينه حفظه الله بالنعم ذلك. وخدنا قصة أصحاب الكهف، وقصة دي اتعرضت على الطريق مرتين، مرة 4 آيات ودي موجزة، ومرة 10 آيات ودي المفصلة. خلصنا المرة اللي فاتت 4 آيات، من هم، ما مشكلتهم، كيف حلت المشكلة. النهاردة هنبدأ بقى في 10 آيات، حكي سورة الكهف مفصلة. طيب، والتفصيل ده عبارة عن ايه؟ عن 3 أسئلة. لماذا نصرهم الله وأكرمهم؟ كيف نصرهم الله وأكرمهم؟ وآخر حاجة قاعدة هامة في التعامل. يبقى تفسيرها 3 حاجات: ليه الناس دي أكرموا وربنا حفظهم بالمعجزات؟ ليه؟ كيف كرموا وحفظهم بالمعجزات؟ وآخر حاجة قاعدة هامة في التعامل. طب ليه حفظهم؟ لأنهم أكملوا أركان الهداية الأربعة. إيه أركان الهداية الأربعة؟ لازم الإنسان لكي يهتدي وينجو 4 حاجات: علم، عمل، دعوة، صبر. يحفظ 10 آيات، يتعلمهم ويحفظهم، وبعدين يعمل بيهم ويصلي بيهم، وبعدين يبلغهم ويستمر على ذلك حتى يلقى الله. طب إيه الدليل دي 4 أركان الهداية؟ سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني تعلموا، وعملوا الصالحات، عملوا بما تعلموا، وتواصوا بالحق بلغوا، وتواصوا بالصبر. فالشباب دول أكملوا الهداية. طب إيه الدليل؟ إنهم تعلموا أحسن علم، وعملوا أحسن عمل، ودعوا أحسن دعوة، وصبروا أحسن صبر. طب إيه الدليل؟ تعلموا أحسن علم. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم. فتية آمنوا يعني تعلموا في الصغر، وده أعظم وقت في العلم. طيب العمل: وزدناهم هدى. زدناهم هدى يعني زدناهم العمل بما تعلم. طب أحسن دعوة، لأنهم وهم بيدعوا قومهم قالوا 3 حاجات: رقم 1 قالوا لقومهم مشكلة، قالوا لقومهم 3 حاجات عشان يقيم عليهم الحج. أول حاجة عرفوا قومهم بالله. تاني حاجة عرفوهم بطريقة رضاه. آخر حاجة أنكروا على قومهم ما يعبدون. طب عرفوا قومهم بالله إزاي؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض. ربنا ده اسمه، فده عرفوا ربنا أنه رب خالق السماوات والأرض. طيب بعد ما عرفوا قالوا طريقة رضاه. طب ايه طريقة رضا ربنا؟ ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطا. طريقة رضا ألا تدعو من دون إله، ولو دعيت إله لقد قلت إذا شططا، يعني قلت ضلالا مبينا. الشطط قمة الضلال. يبقى تعرف من هو الله وما طريقة رضاه. وبعد كده أبطلوا عبادة قومه. إزاي؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لولا يأتون عليهم بسلطان يعني الدليل بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى كده دعوا أحسن دعوة، عرفوا ربنا وطريقة رضاه، وأنكروا أثبتوا بطلان الآلهة اللي قومهم بيعملوا. طيب صبروا أحسن صبر. إزاي؟ أما لقوا إن هم مخيرين بين الموت والكفر عملوا إيه؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. اعتزلوا قومهم وتركوا كل شيء وضحوا بكل شيء عشان خاطر ربنا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ربنا هيرحمنا من عنده بفضله، والرحمة دي تصلح الدين وتصلح الدنيا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. والمرفق اللي هو الطعام والشراب وما يرتفق به الإنسان اللي انتوا خايفين منه،
ربنا ان شاء الله هيصبركم. يبقى ربنا هيصلح دينكم ودنياكم ويوفر لكم ما تخافون منه اللي هو الطعام والشراب. فصبروا احسن صبر. توكلوا على الله وتركوا قومهم ومشوا لما وجدوا ان ما فيش فرصة ان الواحد منهم يقيم دينه. طيب كيف اكرمهم الله وكيف حفظهم الله بالمعجزات؟ حفظهم بثلاث معجزات في جسدهم وثلاث معجزات في دينهم. طب ايه الثلاث معجزات في جسدهم؟ حفظ جسدهم 309 سنة هجريا بالشمس بالرعب مع احتفاظ الجمال. ثلاث حاجات، الشمس بالرعب مع احتفاظ الجمال. طب الشمس ازاي؟ قال الله تعالى وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين. بدام الشمس وهي طلعة بتدخل على الكهف ذات اليمين، يبقى الكهف ده وشه ناحية البحر. ما هو ناحية البحر كده، يبقى الشمس طلع من الناحية دي، يبقى الكهف كان بحري ووش البحر. وهي طلعة ربنا يأمرها تميل. شوف ربنا حفظ من ضحى في سبيله بالمعجزات، فتميل الشمس فتقرضهم تعطيهم أشعة تطهر بها الكهف ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تميل كمان ميلة وتديهم ذات الشمال. يبقى الكهف بيتطهر مرتين، مرة الصبح ومرة المغرب. طب ما في حاجات هتتطهر وفي حاجات متغطية لن تتطهر؟ لا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ربنا بيقلبهم عشان يتعرضوا للشمس دي فتطهرهم تطهيرا كاملا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه. ذلك من ايات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظ. تحسبهم ايقاظ يعني عينيهم مفتحه. ليه؟ عشان العين لو اتقفلت تتعفن، وعشان الشمس توصل لعينيهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. التاني دي بقى الرعب. ايه بقى الرعب؟ ان الكلب جه على مقصد الباب، مقصد الباب المغلق بتاعه او صوت الباب يعني قفلته، وقعد وفرد ايديه وقعد يبرق. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم، هم مفتحين عينيهم وكلبهم عند الباب، ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لهربت منهم ولملئت منهم رعبا. يبقى ربنا حفظ اجسادهم بالشمس وربنا حفظ اجسادهم بالرعب مع الاحتفاظ بالجمال. ازاي؟ ثم بعث وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. هم دخلوا الكهف الصبح الساعة 6 أول ما النهار طلع، عشان لو مشوا في الصحراء نهارا هيتكشف، فبيناموا بالنهار ومفروض يمشوا بالليل. فدخلوا الكهف 6 الصبح، صحوا الساعة 4-5 المغرب، لسه اليوم ما خلصش. فقالوا لبسنا يوما أو بعد يوم، يا لبسنا يوم كامل يا إما صحينا قبل المغرب. هو السؤال دلوقتي بقى، ده دليل على ايه؟ على ان جمالهم كان زي ما هو بالظبط، ان احتفظوا بنفس الجمال بتاعهم، عكس ما قال العقاد والناس الكذابين ان حواجبهم طولت وشعرهم طول وضوافرهم طولت، وده كله كلام كذب، لان القرآن اثبت ان هم صحوا وهم متصورين ان هم قعدوا يوم واحد بس. وبكده خدوا ثلاث جوائز حفظ جسدهم بالرعب وبالشمس والرعب مع الاحتفاظ بالكلام. فضلنا الثلاثة التانيين ناخدهم الحلقة الرابعة إن شاء الله.